احنا بقى نرصد مع حضراتكم كده سريعا ردود الافعال على المستوى السياسي. معانا على التليفون دكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاحرار. مساء الخير يا دكتور عصام. مساء النور يا استاذه ربنا. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. يا رب يخليك. دكتور عصام، ازاي استقبلت التعديل الوزاري ويعني شايفه باي شكل، يعني من حيث التوقيت، من حيث اختيار الحقائب الوزاريه اللي تم التغيير بخصوصها؟ خليني حضرتك ناخد ال رؤيتنا من الـ 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 الكلمه اللي ذكرها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده. اتفضل. الملفات الهامه على الصعيد الداخلي والخارجي. قبل ما نشوف ده الخارجي، لو الاول قبل ما نعرف التغييرات اي حد كان يتخيل الخارجي يبقى السياسات الخارجيه. لكن خلينا نقول ان العالم النهارده اصبح كلها قريه صغيره. وانا ملاحظ ان احنا لو قسمنا الوزارات اللي تم التعديل فيها هنلاقي فيها بتشتغل على اساسي محورين اساسيين. طبعا ده الاداره المحليه للظروف الانيه وما تتطلبه التطوير في اداء الاداره المحليه. الباقيين كلهم نقدر نقسمهم الى قطاعين رئيسيين حضرتك. اتفضل. الجزء الاولاني اللي هو بيمس الجزء الاقتصادي وهي سياسه تمكين الصناعه. فهنلاحظ حضرتك انهم الوزارات كالتالي: وزاره الصناعه والتجاره، وزاره الانتاج الحربي، وزاره القوى العامله، ووزاره قطاع الاعمال العام. كلهم متركزين في الجزء بتاع الصناعه لتطويرها لما يليق بالمستقبل. والجزء الثاني حضرتك في الاقتصاد ايضا اللي هو السياحه وزاره السياحه ووزاره الطيران. لان نقدر نقول ان دول عنصر اقتصادي مهم جدا. لو عملنا اسقاط لكلمه الملفات الخارجيه على الوزارات دي حضرتك هنلاقي انه النهارده مش هقول لو قام في مشكله في مضيق تايوان، لو في هناك المناورات الحربيه اللي موجوده دي هتعمل تعطيل شديد قوي في التشين سبلاي وفي سلاسل الامداد، في عمليه سلاسل الامداد بالظبط اللي ممكن توصلنا. اذا علينا في المرحله الجايه ان احنا نعتمد على انفسنا في عمليه التصنيع بالكامل. لو شفنا التحدي الثاني وهو التحدي السياحي، حتى ما هو ده برضه جزء منه تحدي خارجي، يدينا رؤيه للرؤيه اللي جايه للاداء ان احنا لابد ان نتحرك كوزاره سياحه وطيران للبعد الخارجي اكثر قوه، لان المنافسه في مجال السياحه منافسه شديده جدا، وبالتالي لابد من تطوير في الاداء. لو وطبعا الجزء الصناعه والدخل القومي المصري، لما انا هعظمه بالتالي المواطن المصري هيقدر يحس بنتيجه ملموسه جدا في حياته المعيشيه. لو انتقلنا للجزء الثاني وهو اساسي ايضا وهو بناء الانسان، بناء الانسان هنلاحظ حضرتك ثلاث وزارات تم التعديل فيه. التعليم، وزاره التعليم بكل مشتقات، تعليم اساسي، تعليم فني، تعليم الجامعي، ووزاره الثقافه وهي طبعا وزاره مهمه جدا ل ان احنا نسري حياتنا الثقافيه من جديد. اذا احنا بنشتغل على محاور معينه. طبعا وزاره الري مهمه جدا في المرحله الحاليه، ليس فقط من في موضوع سد النهضه، احنا ثقه كامله جدا في تعامل القياده السياسيه بحكمه شديده جدا في هذا الموضوع، لان الموضوع محتاج ان يتعالج يعني حس سياسي زي ما بيقولوا كده مقبض جراح يعني، وليس نعرض نفسنا لاشياء اخرى يعني. مش عايز اتطرق اليها الان، لكن حضرتك بتشير ان وزاره الري، موارد المائيه والري، الحقيقه مشروعات عملاقه حصلت في الملف ده من طبطين ترع والمصارف طبعا واعاده تاهيلها وما الى اخره. بالظبط. لكن الجزء الثاني برضو حضرتك ان العالم كله النهارده حتى اللي عنده انهار وماشي عنده نضره في جفاف المياه، فهي اللي عم بالظبط كده. فالموضوع موضوع عالمي ليس فقط في اجل هذه المشكله. اذا نقدر نفهم من التعديل الوزاري ده انه جه حان الان وقته. طب احنا هذا لا يعني مثلا ان الوزراء اللي خرجوا وزراء مثلا يعبهم شيء، لا احنا بنشكرهم جدا طبعا. ولكن بنقول ان كل مرحله لها استراتيجيتها المختلفه، كل مرحله ولها رجالتها. والحقيقه احنا انا شخصيا مشفق على الساده الوزراء الجدد لانها ملفات ثقيله وهذا تكليف وليس تشريف، وعليهم انهم بصوتها يبقى جامد عليهم باعتبارهم انهم التعديل اللي حصل الموجود. وطبعا في منهم جزء انا اعرفه شخصيا واعلم انه
فيستطيع انه يتغلب على البيروقراطيه والمعوقات اللي ممكن تقابله ان شاء الله. إن شاء الله يا رب. طبعا كل الشكر والتحية لحضرتك يا فندم على وجود حضرتك معنا، دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار.